أنصار الله مدينة تل أبيب أو يافا المحتلة يوم أمس بطائرة من دون طيار. هذا الحدث يعني أول سؤال بينسأل بعد ما يشوف واحد هذا التطور، ليش هاللفة صارت؟ يعني لماذا دائما التوقع أو دائما كان الانتظار بأنه هذا الاستهداف أو هذا التصعيد سيأتي من الجبهة الجنوبية، وإذ نفاجأ بأن الاستهداف حصل من اليمن. كيف تقيم هذه الخطوة وكيف تقيم هذه الرسالة؟ قبل ما فوت معك بتفاصيل، أنه هل هذه الخطوة كانت منسقة ولماذا يعني اتخذ هذا القرار بهذا التصعيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. لا شك أنه إذا قرينا الإسرائيلي شو عم بيقول عن هذه العملية، عم بيقول أنه هذا 7 أكتوبر للقوات الجوية الإسرائيلية، حدث غير عادي على الإطلاق، تحدي كبير للاستخبارات الجوية، تحدي كبير لسلاح طيران الإسرائيلي، غير معهود مثل هذا التطور الذي يضرب تل أبيب. معناتها هناك اختراق كبير للسيادة الإسرائيلية، الأمن الإسرائيلي، عدم قدرة على اكتشاف المسيرة من مديات بعيدة أو قصيرة. على المستوى التقني هناك فشل واضح، كل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية اليوم في حالة من التذمر والانزعاج الشديد والقلق مما حدث. بالتالي نحن أمام ليس عملية نوعية، وإنما أمام حدث استراتيجي استطاع فيها أنصار الله أن يخترقوا كل الحواجز التكنولوجية ويصلوا إلى الهدف المنشود. وهذا يعني أنه إمكانية الوصول في المستقبل إلى أهداف استراتيجية داخل كيان عدو الإسرائيلي مثل منشآت نووية أو منشآت عسكرية وحتى أبنية سياسية كرئاسة الوزراء أو غيرها من الوزارات، هذا أمر بات يعني. والطيارة حتى انفجر على مقربة من القنصلية الأمريكية في تل أبيب. طبيعي. اللي بدي أقوله أنه فعليا نحن لسنا في خط النهاية، بالعكس نحن في البدايات. يعني أنصار الله بعدهم عم يفتتحوا مسار جديد في المواجهة مع العدو الإسرائيلي، وعم بيقولوا أنه نحن عنا قدرات أكثر من ذلك وبإمكاننا أن نذهب إلى أكثر من هذا المستوى من التصعيد إن استمر الوضع في غزة وفي فلسطين على ما هو عليه، ولم يرضخ الإسرائيلي إلى يعني الضغوط المطلوبة لتحقيق التسوية وإنهاء العنف والنار بشكل كامل في غزة. فإذا هذا التحول هو فعلا تحول استراتيجي وليس تحول تكتيكي على الإطلاق. تقدم وارتقاء درجات على مستوى الاستهداف العسكري والاستراتيجي عند المقاومة وعند محور المقاومة، وهذا بالتأكيد يعني يربك الحالة الإسرائيلية أكثر وأكثر، خصوصا أنه هن ما عندهم قدرة اليوم على اتخاذ قرار بالحرب الشاملة، وحتى أنه الأمريكان عم بيقولوا أنه تركوا اليمنيين على جانب. واليوم كمان سمعنا أنه الإماراتيين والسعوديين يتكفلون بتأديب اليمنيين، الأردن يتكفل بتأديب أو مساعدة الإسرائيليين على تأديب المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، ومصر أيضا تتوكل في الجانب المتعلق بغزة والترتيبات الأمنية والسياسية المزمع يعني إنشاء في الأشهر القادمة. إذن عنا مجموعة من الدول العربية والغربية عم بتساعد إسرائيل للخروج من هذا المأزق ومن هذه المعضلة الكبيرة. لكن اعتقادي اليوم أيضا كمان محور المقاومة كمان عم يعمل خطوات متقدمة بهذا الجانب، وعم يضغط على الإسرائيلي ليقول أنه لا بد من الذهاب إلى إنهاء العملية الصراعية اليوم، وإن أردت التصعيد أكثر وأكثر فنحن أيضا لدينا القدرة للذهاب للتصعيد أكثر وأكثر.